مرحبا بقدوم خلي امجاني في محلي هلا والفيسلة والمهلمة يولي مرحبا بقدوم خلي امجاني في محلي هلا والفيسلة والمهلمة يولي مرحبا بقدوم خلي بعرف انكم ناطرين جواب مني حول الكونسرت تبع بي تي اس بالرياض يوم الجمعة. Unfortunately, I do have bad news. ما رح يكون في عنا اي access مع الفرقة, ما في حتى access backstage. صار لنا اكثر من شهرين عم نحاول انه ناخد access مع الفرقة, ولكن التعاقد اللي صار مع فرقة بي تي اس فور وصولها الى الرياض هي فقط performance, فقط concert, فما في اي مقابلات صحفيه وما عندنا حتى اي اكسس باك ستيج معهم. فانا بتاسف لهالشيء, ولكن بوعدكم انه بالشهرين المقبلين بموسم الرياض مع كل الارتس اللي رح يكونوا موجودين ورح يكون في فرق كوريه اخرى ان شاء الله رح يكون موجود هنيك, وننقلكم الاحداث اول باول. So stay tuned.